أنا كنظن أن المقابلة خصها تكون مقابلة صعبة لا علاقة لها مع المقابلة الأولى، وذلك ناتج على أن فريق الخصم سيحل إلى مدينة مراكش للبصر باللقاء، فلذا يجب أن لا نستفسر الخصم، ولا سيما أنه خلق لنا متاعب جمة في المقابلة الأولى في الشوط الأول. الآن يعني الأرضية يعني توالم يعني كرة حديثة للفريقين، غياب بن عطية تنظم لن يؤثر لأن الفريق المغربي أدى يعني لقاء كبير في نشيط دفاعي في المقابلة الأولى. تنظم أن الواجب علينا أن نفوز في هذا اللقاء باش نأكدوا الصحوة الأخيرة ديال الفريق الوطني المغربي، ولا سيما أننا كنا الأقوى من ناحية لا النشيط الدفاعي ولا النشيط الهجومي ولا يعني حتى الروح القتالية والضغط على الخصم من ناحية التقنية. فكنظن أن اليوم مقابلة لرد الاعتبار الكرة المغربية، ومقابلة لتعطي الآمال للجمهور المغربي باش يآمن بهذا الفريق الجديد تحت المدرب الجديد الوطني.